السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. كان وصلني كذا سؤال بخصوص ازاي نكتب الريفرنسز او المصادر بتاعة البحث بشكل علمي وبشكل صحيح. فالبداية، اول خطوة ان احنا هنجمع المصادر بتاعتنا من المواقع المعروفة المعتبرة. يعني مش هينفع ان انا اكتب على جوجل كده سيرش ومن اي موقع اخد معلومة وخلاص. فأحد المواقع يعني اللي انا شخصيا حتى بتعامل معاه اللي هو الباب ميد. او ممكن من الباحث العلمي في جوجل، او تمام ممكن ان انا ابحث من خلال الباحث العلمي في جوجل اللي هو جوجل سكولر. جوجل سكولر اهو، بدخل على جوجل سكولر، هنا اكتب الموضوع بتاعي اللي انا هبحث عنه. فهنا هكتب اسم البحث اللي انا عايزه او النقطة البحثية اللي انا عايزها، وليكن مثلا الاكسجين سيرابي. هكتب اكسجين، احنا معانا بحث عن الاكسجين او النون ريسبيراتوري يوزز اوف الاكسجين ثيرابي، فانا كتبت الاكسجين ثيرابي واعمل بحث عنه. فهيطلع لي مجموعة من الابحاث اللي بتستخدم الاكسجين. في الناحية اللي هنا انا بختار سنة النشر، يعني هل انا من اي سنة، ولا محتاج ابحث في 2020 فقط، ولا ابحاث في رينج معين. يعني احيانا بيطلب مني تكون الابحاث من اخر 4 سنين، من اخر 5 سنين، من اخر 3 سنين، ما تكونش ابعد من ده. فلو كده انا بحدد نطاق مخصص وبقول له عايز من سنة مثلا 2000 و مثلا 15 الى 2020. طيب، فادي الابحاث اللي من سنة 2015 ل 2020 اللي فيها كلام عن الاكسجين ثيرابي. فهنا مثلا ادي بحث عن هايبر بارك اكسجين ثيرابي لكرونيك ووند. تمام، طالما كرونيك ووند يبقى تابع الموضوع اللي انا عايزه، فهاخد البحث ده معايا. اكسجين ثيرابي لاكيوت مايوكارديال انفاركشن ممكن برضو اخده معايا، انا عايز اي شيء يكون نون ريسبيراتوري. ليت راديشن تيشو انجري ممكن برضو. اكيوت كورونري سيندروم، يعني اخدنا الانفاركشن ده برضو ينفع معايا. هنا مثلا اكسلريت الاوستيوبلاست ديفرنشيشن اند بروموت بون فورميشن، خلاص تمام. ادي كده ايه، موضوع تاني كده. تقريبا معايا 5 موضوعات. فانا محتاج التكست كامل بتاع الموضوع. طيب هناخد مثلا فيو البي دي اف بتاع الموضوع، الفول كونتنت بتاعه. نعمل له داونلود. كده انا اخدت ال5 مقالات اللي احنا اخترناهم وعملت لهم داونلود. هبدأ ان انا في كتابة البحث بتاعي على الوورد. مثلا انا لو اخدنا المصدر ده هبدأ بيه، فشفت في المقدمة بتاعت الموضوع هو بيتكلم هنا على الأكسجين ثيرابي في حالات
انه اكسلريت الاوستيوبلاست ديفرانشيشن وبروموت البون فورميشن. البدايه هنا هايبربريك اوكسجين ثيرابي هاز بين يوزد از ان ادجنكتيف ثيرابي ان تريتمنت اوف راديوثيرابي اور البايفوسفونيت انديوزد اوستيونيكروزيس اوف ذا جو. However, the effect of hyperbaric oxygen on osteoblast formation and mineralization has not been extensively studied. أنا عايز إيه الجملة دي؟ أخدتها كوبي حطناها هنا. الخط مطلوب مني خط معين في البحث تايمز نيو رومان والحجم 14 والمسافة 1.5 وأراعي هنا إيه الأسطر تيجي أماكنها صحيح. طبعا هنا ال تمام يبقى هايبربريك أكسجين. بس ناخد بالنا لما يكون في كلمة هتتكرر معايا في البحث كذا مرة فأول ذكري ليها بعمل لها اختصار معين hyperbaric oxygen يبقى اختار هنا HBO عشان بعد كده كل ما تتكرر الكلمة دي ممنوع ان انا اكتبها مرة تانية هكتب الاختصار بتاعها فقط مش هتتكتب الكلمة في البحث الا مرة واحدة. طيب نعمل justify في شيء برضو مش مظبوط هنا اهو تمام كده الجملة. طبعا بداية الفقرة برضو بعمل تاب هنا كويس كده معايا جملة اهو والجملة دي محتاجة الى ريفرنس. انا برضو بنبه لشيء انه دايما في الانترودكشن الهدف من الانترودكشن انا بوضح الموضوع اللي انا بتكلم عليه ده انه موضوع يستحق البحث مش موضوع معروف. ما هو لو موضوع معروف يبقى انا اعمل بحث فيه ليه؟ لكن دايما النقطة البحثية اللي هي نقطة لسه فيها كلام فانا ببدأ يعني اوضح ان موضوعي بيتكلم عن كذا وعن كذا وعن كذا وان كلام الناس فيه هنا كلامهم ممكن يكون بيعمل كذا بيعمل كذا بيعمل كذا ولكن لازم اوضح في النهاية ان لسه الموضوع ما زال بيدرس ان لسه فيه مشكلة وانا هدف بحثي بحاول اوصل لحل المشكلة دي. هنا في الوورد بيديني امكانية ان انا اعمل ريفرنسز بختار هنا التاب ده ريفرنسز بأدخل على insert citation insert citation add new source. طيب طلب مني هنا type of source اللي انا معايا ده هنا ده يعتبر journal article تمام لو كان من كتاب هختار book من conference proceeding ماشي هختار كده يبقى انا اللي معايا ده journal article الاوثر الاوثر اللي هو المؤلف. طيب هنا فين المؤلفين ادي المؤلفين اهم ادي بختار المؤلفين اهم طبعا هشيل الحروف ال A وال B وال A ده هيتشالوا كوبي وهنا اروح حاطط الاوثر بيست بس اشيل ال A الحروف دي ال A وال B لان دول محطوطين في البحث هناك كعلامة انه هيتكلم على فلان ده يطلع مين بالظبط شغال فين. طيب ادي الاوثرز بتوعي التلاتة دول التايتل عنوان البحث ادي عنوان البحث اهو واحطه ايه هنا هنا ما خدش الجملة كاملة لا هو اخدها في السطر التاني اللي تحت يبقى اخد سطر واحد يبقى انا ايه اخد معايا لغاية كلمة اوستيوبلاست اخد ايه استكماله تمام كده ايه استيبلاس ديفرانشيشن كده التايتل معايا اهو السيتي مش ضروري الير مهم طبعا يعني هو السيتي هنا مكتوب لي انهم من فين من UK خلاص ممكن او بلايموث طيب ماوس ماشي ممكن نختار دي كاسيتي وان كان مش ضرورية يعني لير طبعا في منتهى الأهمية
سنة البحث، ادي سنة البحث هنا في الحتة دي، ادي 2015 دي سنة البحث. الببلشر مين اللي نشر الكلام ده؟ ادي ايه الجورنال اللي نشرها، دي جورنال اوف دنتستري. يبقى برضو اخدها معايا كده، اسم الجورنال اللي اتنشر فيه، عشان ده جورنال ارتكل، جورنال اوف دنتستري. فوليوم العدد اللي اتنشر فيه هو العدد رقم 43. الايشو، لا هنا مفيش ايشو خلاص. عدد الصفحات من 382 ل 388. طيب المفروض انا بعلم هنا واحط الايه insert citation في اخر الفقرة، عدد البحث اللي انا اخترته اللي انا عملته، بروح ضاغط عليه فضاف لي هنا رقم واحد. هنا مش ظاهر تحت البيبليوغرافي، يبقى انا هطلب منه اظهر لي البيبليوغرافي مثلا بالشكل ده. تمام، هنا ممكن اغيرها اخليها ريفرنسز، كده هو كده انا معايا البحث انا بكتب، والوورد مباشرة بيضيف لي الريفرنسز في اخر البحث بالشكل ده، انه كاتب لي هنا في الاول اسم البحث، تمام، كاتب لي الاوثرز، كاتب لي المدينه اللي اتنشر فيها البحث، او معلش المدينه اللي منها اصحاب البحث، الجورنال اللي اتنشر فيه البحث، والسنه اللي اتنشر فيها، والفوليوم اللي اتنشر فيه، ومفروض كمان يكون معايا الصفحات. انا هحاول اظبط دي برضو. طيب في حته هنا برضو الستايل، الستايل بتاع البحث، يعني في بعض الناس بيشترط عليه ستايل معين في البحث. في ستايل اللي هو النيوميريكال، ده اللي هو بالارقام، ده نيوميريكال ريفرنس اللي انا مختاره ايزو 690، ده اللي بيديني في اخر كل فقره رقم، وبعد كده ابص على الريفرنسز تحت يقول لي رقم واحد ده عباره عن كذا. لكن في نظام في الريفرنسز ان انا اكتب اسم الباحث وسنه النشر، يعني مثلا لو انا اخترت الاي بي اي 5 اديشن ده اول واحد، تمام، راح اداني بالنظام ده الفقرة وآخرها هنا المؤلف، تمام، وسنة النشر، وتحت خالص بيديني برضو بيرتب لي الأبحاث، بس هيرتبهم ترتيب أبجدي من تحت. خلينا نرجع تاني إلى النظام ده اللي هو Numerical References. طبعا ده مهم، لأنه لو أنا شغال الشغل ده شغل يدوي وكاتب الارقام دي انا من نفسي، وانا اللي عامل الارقام دي في الاخر، وبعدين حاولت انشر البحث ده في مكان، لو انا كاتب البحث ده يدوي وعامل الريفرنسز يدوي، هضطر، والبحث بتاعي مثلا 50-60 صفحه، هضطر ان انا اعيد الريفرنسز بالكامل، شغل محترم يعني. لكن بالشكل ده انا كل اللي مضطر اروح عامله اشوف المجله دي عايزين الريفرنسز بانه شكل، هيقول لي والله احنا عايزينها مثلا بالاي بي اي 5 اديشن، هروح ايه ضاغط هنا تتحول الى النظام اللي هم عايزينه، وانتهينا على كل البحث. ده برضو مهم في حالة ان انا يعني بعد ما كتبت البحث ظبطت فيه شوية، شلت فقرات، شلت كلام معين، افرض انا حبيت اشيل دي، لو انا حبيت اشيل الفقرة دي، لو انا كاتب يدوي وشلت الفقرة دي، طيب الريفرنس بتاعها ده اللي انا حطه في الاخر اشيله من تحت ولا اخليه؟ ما انا ممكن اكون استخدمته في فقرة تانية، فانا مش فاكر، ومش معقول هفضل الف البحث بالكامل اشوف هل انا اخدت منه فقرة تانية ولا لا. لكن الورد هنا ميزته ان انا لو عملت تعديل وشلت الفقرة دي، هو بيشوف هل الريفرنس ده مازال موجود متاخد منه فقرات تانية ولا لا. لو في فقرات تانية متاخدة منه بيحافظ لي عليه في الريفرنسز، لو كان مفيش فقرات تانية متاخدة منه بيروح شايله من الريفرنسز. يبقى موضوع الاقتباس والأمانة العلمية، وان انا مش عايز اخد الكلام كوبي وبيست بالظبط، فعايز اعدل فيه شوية. فانا ممكن اشيل كلمة هايبرباريك واقول ان الاكسجين ثيرابي اللي هو عنوان البحث اللي انا عندي في الكلية، اكسجين ثيرابي، واشيل الاتش دي طبعا،
معلش اشيل البي بقول ايه اوكسجين سيرابي، هتبقى او تي اوكسجين سيرابي is used مثلا in medicine for مثلا treatment of respiratory and non and some non respiratory problems. As an adjunctive therapy أو therapy in treatment of osteonecrosis induced by radiotherapy or by bisphosphonate of أو osteonecrosis of the jaw او خليها ايه عشان برضو بغيرنا شوية جو اوستيونيكروزيس however the effect of منساش طبعا oxygen therapy on osteoblast formation and mineralization has been extensively studied يبقى انا كده برضو عدلت شويه في الجمله ما اخدتهاش زي ما مكتوبه بالظبط بس بتاكد من الصياغه كويس مره تانية. ناخد منها فقره تانية عشان بس ابين لما انا اضيف شيء تاني. خلينا نقول هنا مثلا لو انا اخدت مثلا لو اخدت دي مثلا زي subsequent increase in oxygen tension is thought to promote tissue regeneration through multiple mechanisms including changes in vascular activity and angiogenesis free radical production cytokine synthesis modulation of immune response. هاخد الفقرة دي تمام اضيفها هنا على البحث بتاعي هظبط الخط تمام والسطور كل دي فقرة واحدة هو عاملها لي في كذا سطر تمام الفونت بتاعي زي ما انا اخترت تايمز نيو رومان 14 التباعد بين الاسطر 1.5 تمام ماشي برضو جاستيفاي طيب the subsequent increase in oxygen tension ممكن اشيل subsequent يعني the increase in oxygen tension is thought to promote tissue regeneration through ممكن اشيل multiple mechanisms including through changes in vascular reactivity angiogenesis free radical production cytokine synthesis modulation of immune response ممكن اختار منهم كمان الميكانيزمات اللي انا عايز اختارهم واشيل منهم بعض الميكانيزمات يعني مثلا انا مش عايز دي changes in vascular reactivity خلاص انا مش عايز دي مثلا خلينا ثرو انجيوجينيسيس مثلا وسيتوكاين سينثيسيس اند اميون اند اميون سيستم مثلا موديوليشن كده يكون انا ايه عدلت شويه في الفقره الريفرنس بتاعه هو نفس الريفرنس ده اللي هو يبقى انا هدخل تاني على references وانسيرت citation وهو نفس المصدر اللي فات هروح دايس عليه تمام ضافولي برضو رقم واحد نفس الريفرنس اللي هنا وطبعا هنا ما ضافش شيء تاني لانه نفس الريفرنس طب تعال نحط ريفرنس مختلف خلاص نقفل ده خدنا الريفرنس ده مثلا ناخد فقرة منه hyperbaric oxygen that has been تمام ناخد طب الفقرة دي بالكامل وهنشوف ازاي هنعدل وهنحط وده هيساعدني كمان في الايه
في ان ما يظهرش الاقتباس لما ادخل الكلام مع بعضه. ماشي، نظبط الفقرة دي كده. طبعا هنا الكلام في الفقرة دي ممكن ما اخليهوش فقرة منفصلة، يعني هو ينفع يتضاف على الفقرة الاولى، فانا هدخل الكلام ده مع ده. خلاص، اوكسجين ثيرابي او هايبربريك اوكسجين ثيرابي is adjunctive therapy that been has been proposed to improve outcome following الاكيوت كوروناري سيندروم. يبقى انا ممكن هنا adjunctive therapy treatment of jaw osteonecrosis induced by radiotherapy او كذا، واقول ايه لغاية هنا ده الكلام بتاع ريفرنس رقم واحد، اروح اعمل السيتيشن هنا، ده ريفرنس رقم واحد. خلاص، والكلام ده التاني خلاص ده كلام مكرر، انا هشيل ده خلاص. امبروف ده خلاص مش عايزه، هقول اند كمان امبروف الاوت كم فولوينج تمام. يبقى كده اند امبروف الاوت كم فولوينج. هنا اختصار، اختصار ده ما ينفعش معايا، وان الاختصار يكون في اول مره يذكر الكلمه، لكن ما ينفعش افاجئ باختصار في البحث مش مكتوب ايه هو الاي سي سي الاي سي اس ده، فلازم اكتب ده اول مره يذكر. هقول فولوينج اكيوت كوروناري سيندروم، واحط الاختصار كده بين قوسين. ده لو كان الاسم ده هيتكرر معايا مرة تانية، لكن لو كان مش هيذكر تاني انا بس هستخدمها في الفقرة دي وانتهينا، خلاص مفيش داعي ان انا احط اختصار واشيل الكلمة دي خالص. لكن على افتراض ان انا هستخدمها تاني هخلي الكلمة دي معايا. هنا الريفرنس بتاع الكلمة دي من ريفرنس مختلف عن الفقرة اللي فاتت. يبقى انا ايه هعمل هنا insert citation. ده new source، نحط البيانات بتاعته. طيب هنا البحث بتاعنا hyperbaric oxygen therapy، ادي ايه هنا كاتب لي citation. citation يعني البحث ده، ادي هنا ده المؤلفين بتوعه لغاية الكلمة دي، هنا نحطها مع الاوثر، نشيل العلامات دي. دي المفروض انها، طيب ناخد كده زي فاصل. بعد كده ده العنوان بتاع المقال، ده هنا الناشر ده، يبقى هنا ده الببلشر، سنة النشر 2015، ايشو رقم 7، فوليوم هنا مش مكتوب فوليوم بس في دوي، لو كان مطلوب الدوي هحط الدوي ده. خلاص اوكي، ضاف لي المرجع رقم 2 هنا، وهشوف تحت في الريفرنسز اقول له ابديت السيتيشن اند بيبليوجرافي، ضاف لي الايه رقم 2. يبقى طول ما انا ماشي، طول ما انا ماشي خلاص اهو، ادي كل فقره وراها الرقم بتاعها، ادي دي من تبع رقم واحد، دي تبع رقم واحد، وهكذا. والوورد اول باول بيضيف لي الريفرنسز بالترتيب المطلوب. خلاص الفقرة دي هشوف لو كنت محتاجها هخليها، مش محتاجها هشيلها. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.